الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث واربع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الإله الواحد الرحيم الرحمن. نظر إلى أهل الأرض جميعا عربهم وعجمهم فمقتهم جميعا، كاد ينزل عليهم مقته، والمقت أشد ألوان الغضب، فمقتهم جميعا إلا بقايا من أهل الكتاب. ثم أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، هو الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. يا رب صل على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غمي، فلقد عرفتك منعما متفضلا، ولذا دعوتك فاستجب لي سيدي. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أرسله هاديا ومبشرا ونذيرا. قال له سبحانه فيما جاء في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. صلى عليك الله يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأتباعك وأحبابك وآل بيتك وكل من تبعك بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا معشر المسلمين أحباب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الشهر الكريم شهر ربيع الأول، كلما مر علينا أعاد إلينا نسمات طيبة هي أطيب النسمات، لأنه
يذكرنا بأن نبينا محمدا خير البشر، بل خير المخلوقين. ولد في هذا الشهر على أكثر الأقوال، وولد بالتأكيد يوم الاثنين، وكان صلى الله عليه وسلم يواظب على صيام الاثنين مع الخميس من كل أسبوع. فسئل: نراك تصوم يوم الاثنين دائما؟ فقال: نعم، ذاك يوم ولدت فيه، ذاك يوم ولدت فيه. يخص هذا اليوم بمزيد من شكر الله، فيتقرب إلى الله بالصيام في هذا اليوم. نعم، ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان ميلاده رحمة لكل العالمين. وكلمة العالمين تعني كل مخلوق: عالم الإنس، عالم الجن، عالم الملائكة، عالم الحيوان، عالم النباتات، عالم الجمادات، عالم الحشرات، كل العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه صلب رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يقول أهل البلاغة: هذا أسلوب حصر وقصر. ما معنى هذا؟ يعني كأن الله يقول: ما أرسلتك يا محمد إلا رحمة. يا الله، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما أرسل إلا رحمة للعالمين. هذا الرسول الذي يتهم بأنه إرهاب وسفاك دماء، وأتباعه تواقون إلى القتل وإلى خراب الأرض، بينما أهل الباطل وأهل الشر وأهل الغيظ وأهل الفواحش وأهل البوائق يدعون لأنفسهم الرحمة والرفعة وحسن الخلق. فماذا بقي لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل الرحمة سفك دماء الأبرياء؟ وهل الرحمة قتل النساء؟ وهل الرحمة قتل الأطفال؟ وهل الرحمة نشر الفزع والرعب في الأرض؟ هل الرحمة قتل الآمنين؟ هل الرحمة نشر الرذيلة والفواحش في ربوع الأرض؟ هل الرحمة الدعوة إلى الشذوذ في كل الأخلاق والطباع؟ عجبت لك يا زمن. نعم أيها الإخوة الأحباب، رحمة الرسول بالعالمين يتجلى مظهرها الواضح، وكلها مظاهر خير، في أن الله أنقذ هذه الأمة من العذاب الجماعي والخسف أو المسخ الجماعي، أن يقضي عليها دفعة واحدة. فقد كانت الأمم السابقة إذا خالفت أمر الله وأصرت على الكفر والعناد أرسل الله عليها عذابا جماعيا يبيدها عن بكرة أبيها. فلما بلغت البشرية رشدها وأرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، رحم الله به هذه الأمة. نعم، عذبوه صلى الله عليه وسلم وآذوه وسفكوا دما واتهموه وتهكموا به وقالوا عنه إنه ساحر أو مجنون أو كاهن. ها،
فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن ترك مكة وذهب إلى الطائف يدعو قومها لعله يجد فيها من يؤيد دعوته ويؤمن برسالته. فما زادوا على أهل مكة إلا أن سلطوا سفهاءهم وأطفالهم وعبيدهم على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، فأذاقوه السب واللعنة والضرب بالحجارة. وعاد صلى الله عليه وسلم كاسف البال حزينا يشكو إلى ربه، وإذا بربنا سبحانه يرسل إليه ملك الجبال يقول له مرني، فقد أمرني الله أن أكون ضوء أمرك، لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين جبلي مكة. فأبدتهم جميعا، فماذا قال رسول الله والدم ينزل من قدمه صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. التمس لهم عذرهم بالجهل. أيها الإخوة، هذا هو سيدنا محمد الذي يتهم هو وأتباعه بالإرهاب. من ديننا الإرهاب. الآن بعدما قلت هذه الكلمة أكيد تلتفت الأنظار كلها إلي. أنت تؤيد وتعترف؟ نعم أعترف، أعترف بأننا نحن المسلمين من ديننا الإرهاب، وأكررها بأعلى صوتي. ما المقصود بالإرهاب؟ قال الله في قرآن يتلى لا يمكن لأحد أن يخطئه، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به من عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. نعم نحن جند الله، نحن حزب الله. بالطبع حزب الله الذي أعنيه الحزب المفلح وليس حزب آخر يدعى أو يدعى بهذا اللقب أو الاسم. أيها الإخوة الأحباب، نعم نعم، لماذا لا أرهب من يعادي الله ويعادي عباده؟ أرهب وأخيف حتى يقف كل عند حده، وحتى يأمن الجميع على عرضه، ويأمن الجميع على دمه وعلى ماله وأولاده. أين الأمن الآن؟ أين الأمن في ظل العالم الذي يدعي التحضر؟ أين الأمن؟ أين الطعام؟ أين الغذاء والدواء؟ أين؟ لشعوب بأكملها تعاني القحط والجوع. أين؟ في ظل عالم يدعي ويرفع صوت المدنية وحقوق الإنسان، مع أن الذي يحدث عكس ذلك تماما. أيها الإخوة الأحباب، اقرأوا في سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف كانت رحمته. كان رحمة، نعم، ولا يزال رحمة في شرعه. شرعه كله رحمة، ليس فيه أدنى حرج. أمرنا الله أن نصلي، نعم، فإذا عجزت عن الصلاة قائما فصل قائما مستندا، فإذا عجزت عن القيام مستندا فصل قاعدا، فإذا عجزت عن القعود فصل نائما مضطجعا على جنب أو مستلقيا على ظهرك حسب قدرتك. والصيام فرضه الله على كل مكلف بالغ عاقل مستطيع، صحيح، فإذا عجزت عن الصيام فأفطر وأطعم، وإذا كنت فقيرا لا تملك الإطعام
أصبت بمرض مزمن لا تقوى معه على الصيام فقد رفع الله عنك الإطعام والصيام كذلك، ولا تزال مسلما مع أنه ركن. الحج لا يجب إلا على المستطيع بكل أنواع الاستطاعة المعروفة البدنية والأمنية والمادية إلى غيرها. ثم كذلك الزكاة لا تجب إلا على الغني الذي يملك النصاب، الذي خلى من الديون ليس مطالبا بأي شيء، مال فائض عن حاجته الأصلية يخرج منه جزءا لمن؟ لإخوانه الفقراء، لإخوانه البؤساء من أهل وطنه ومن بني جنسه وجدته. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دينه، الرحمة العامة ورحمة خاصة. كان رحيما بالنساء، كان رحيما بالفقراء، كان رحيما بالأطفال. أين رحمة العالم بالأطفال الآن وأنتم تشاهدون الأسلاء المقطعة التي تتطاير يمينا ويسارا؟ لماذا؟ بأسلحة فتاكة صنعت خصيصا لقتل وإرهاب من يقول لا إله إلا الله، لتحتل الأرض التي ليس لها فيها نصيب ولا سفر راعي. صنعوا دولة لقيطة استحدثوها هكذا بالقوة، وساعدهم عليها شياطين العالم حتى أصبح أهلها يتعرضون للإخراج القسري. فماذا في هذا من الرحمة؟ لا شيء. عالم يعيش حكامه ومعظم أفراده في رغد من العيش، يصيبهم الترف، بل يغمرهم الترف والرفاهية، مع أن هناك إخوة لهم من بني جنسهم، من بني آدم، أبناء آدم وحواء، لا يجد أحدهم خبزا يابسا ولا دواء يعالج مرضا، بل يموت جوعا ويموت مرضا ويموت كبدا، ويرى زوجته بجانبه يهتك عرضها أو يسال دمها أو تزهق روحها، ولا مغيث ولا ممكن. أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد كان رحمة للعالمين. اقرأوا دينه واقرأوا سيرته، انظر حتى دخل يوما يصلي صلاة الفجر، وصلاة الفجر بالنسبة لسيدنا محمد تعد من أطول الصلوات، كان يحب أن يقرأ فيها طويلا، ولكنه دخل فسمع نداء طفل وهو يصلي فتجوز وقرأ بأقصر سورتين في القرآن بعد الفاتحة. فلما سألوه ليست هذه عادتك يا رسول الله، لماذا؟ قال سمعت طفلا يبكي كأنه ينادي أمه، فلم أستطع أن أطيل في الصلاة. أي رحمة هذه؟ أي رحمة هذه؟ ذات يوم كان مع أصحابي أو بعض أصحابي فرأى حمرة. الحمرة نوع من الطيور غادرت عشها ثم عادت وكانت لها فراخ، طيور صغيرة لا تستطيع الطير، ولم تجد فرخيها في العش، فأخذت تفرج جناحيها ترفرف هكذا كأنها ترسل رسالة للحاضرين، أين أولادي؟ أمن فجعني فيهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلب البشري يلفت نظره طائر. نعم. قال: من فجع هذه في فراقها؟ قال رجل: أنا رسول الله، أخذتهما. قال: ردوا إليها فراقها، لا تفجعوها في أولادها. هذه رحمة محمد، درسوها للعالم، بلغوه أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم رسالة الرحمة في دينه، في شرعه، في عبادته، في دعوته، في تربيته، في أفكاره، في ثقافته، في إعلامه، في اقتصاده، في كل مناحي رسالته صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب،
نريد أن يلتفت المسلمون إلى ما عندهم من رصيد وثروات. هذه الثروة تكمن في صلب رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأوا سيرته وعلموها الناس، وأخبروا الجميع بأعلى أصواتكم أن رسالتنا ليست رسالة إرهاب للأبرياء ولا إرهاب للآمنين ولا رعب، إنما هي رسالة رحمة وأمن. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأذكر الجميع بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. صلى اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. ارحم اللهم شيوخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين، آمين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام الأحبة، نعم، كان رسول الله قائدا رحيما ومعلما حليما وأبا شفوقا وأستاذا عطوفا. نعم، كان في كل مظاهره، وكان زوجا كريما صلى الله عليه وآله وسلم. فهل يأخذ قادة العالم من رسول الله وشخصيته العظيمة بعض الخصال يتخلقون بها مع شعوبهم مع رعاياهم، أم يعيش أحدهم في عدة قصور لا يعرف متى يبيت اليوم ومتى وأين بات أمس؟ لكن كثيرا من رعيته ينامون في الشوارع العامة ولا يجدون ما يأكلون، بينما هو يتقلب ويرفل في نعم وحرير ومال ويعبث بالأموال، بينما أفراد شعبه يعانون القحط والمرض. أين نحن من رسول الله؟ وبعضهم يدعي ويقيم احتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه يكرهه ويحارب دعوته ويعطل دينه ويقاوم نشر رسالته صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، لم يكن الرسول يوما مشغولا بتوافه الأمور، إنما كان يحب معاليها ويكره سفسافها كما هو الله علمه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الأحباب، اقرأوا سيرته في هذا الشهر واجعلوا منه بداية تتعلمون فيها أخلاقه التي قال عنها الله: وإنك لعلى خلق عظيم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا التأسي به صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الاقتداء الصادق به عليه الصلاة والسلام. اللهم احشرنا في زمرته، واجعلنا من حزبه، واجعلنا من أحبابه، واحشرنا تحت لوائه، وأوردنا حوضه. اللهم اسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم حكم فينا شرعه، وأقم فينا سنته، وأحينا على سنته، وأمتنا على ملته. نسألك أن تنصر المستضعفين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر المرابطين، وأكرم شهداءهم، واشف مرضاهم، وداوي جرحاهم، أطعم الجائع، أمن الخائف، آوي الشريف، أعد الطريق. اللهم عليك بكل ظالم جبار عنيد. اللهم ردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا. اللهم توفنا على أحب عمل صالح تحبه وأنت راض عنا، واغفر لنا ما مضى، وأصلح لنا ما بقي، واختم لنا بخير، واجعل عاقبتنا إلى خير، آمين. أيها الإخوة، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.